السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم متابعين صفحة قناة نصر تي في، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. أخوكم هشام اليوم الله يبارك ما شاء الله، يوم تاع التشميس ودوش. الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله، كاين كل خير في مالات خادمين ما شاء الله. عندي بناتهم باك 23، ربي يبارك، جاي للوجادة ما شاء الله، مقانن باك 20 يا دي كوبلور ما شاء الله. عندي الشارمر بروفيسيونيل، دونك شويه نديرو له فيديو باذن الله، لا تهضر على روحها. كاين المقنين تاع كوبلاج، ربي يبارك ما شاء الله، سخانه وحراره. كوبلور كانارية، ميم الشارمر هذا كوبلور كانارية تاع بلاد تبسي كحلوش، ربي يبارك. هيا جان دونك ندير له فيديو وحده ثاني. واليوم جبنا لكم اللي يخدموا، مرحبا مرحبا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. دخلت في مالا تاع سوريا، عندها شهر ونص، عندها 47 يوم، اقسم بالله غير راهم يشطحوا داخل الكاجا، ربي يبارك ما شاء الله. مروزيه معمره، كاليه مليح، تاكل تشرب، ادي تخدم. صحاب السجنه طلق ديرك، وصحاب الكاجا راهي ما شاء الله، كاين الخير تبارك الرحمن، كاين الخير، كاين حبة تاع المروك كحلوشات فاني، شربونيات في البارفان ما شاء الله. مرحبا بكم، الأسعار في المتناول، قلت لك عندهم 47 يوم ما شاء الله. كاين كوبلات، عندي 3 كوبل ربي يبارك، كاين الخير ما شاء الله. اللي في مال تبارك الرحمن، شوف كيفاش دايرة، خادمة محظمة توكل، تاكسيبتي الباقة راهي تباطاية ما شاء الله، راهي تسيسي، الله يبارك. مرحبا بكم خاوتنا، كي العادة محل تاع خوكم هشام في المرجة، رويبة المرجة، كتب مسجد القدس في المابس، سقسيهم المحل يجيبوك حتى لعندي. الرقم 0556 38 04 56. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.